اتسعت الاحتجاجات التي بدأت في طهران بالتزامن مع إضراب التجار ضد انهيار عملة الريال وارتفاع الأسعار بشكل مضاعف وتوقف البيع والشراء. وخلال الاحتجاجات العارمة تصاعدت الهتافات بإسقاط النظام وتنحي مرشده الأعلى علي خامنئي، كما نشر ناشطون مقاطع وصور تظهر هجوم قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بالقرب من سوق الذهب في طهران الذي انضم أصحاب محلاته للاحتجاج. وبدأ إضراب التجار في طهران للاحتجاج على موجة الغلاء لأنه سرعان ما تحول إلى قضية سياسية بعد انضمام كثير من المواطنين، حيث هتفوا بإسقاط النظام الحاكم وتبديله بنظام ديمقراطي.